دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا محافظة الأسكندرية، هنقابل هناك شاب اسمه مصطفى الماحي. هذا الشاب تحول إلى أسطورة في صناعة بطاريات السيارات، عنده مصنع النهاردة استثماراته تتجاوز 300 مليون جنيه وطاقته الإنتاجية حوالي 1000 بطارية سيارة يوميا. هذا الشاب عمره 36 سنة ولكن أحلامه لا تنتهي، خليكم معانا. الشاب الجدع اللي قدام حضراتكم ده اسمه مصطفى الماحي، من اسكندرية، عمره 36 سنة وطالع أسد زي أبوه. ومن وهو عمره 8 سنين بالكتير كان بينزل مع جده ووالده اللي كانوا بيتاجروا في خام الرصاص وبيوردوه لمصانع بطاريات العربيات. كان عددهم وقتها 3 مصانع تقريبا، أصل البطارية 90% من وزنها رصاص. وفي عمر 12 سنة بدأ أول صفقاته، اشترى الرصاص بفلوسه وعاد تدويره وسلمه للمصانع، لكن طول عمره كان بيحلم يبقى عنده واحد من مصانع البطاريات، يعني يصنع بطاريات العربيات ويصدر باسم مصر للعالم كله، بطارية بأعلى جودة وأقل سعر وأطول فترة ضمان، يعني بيطارد حلمه من يجي 24 سنة وطبيعي يحققه. مصطفى الماحي النهاردة عنده مصنع بطاريات بروتك العملاق بمنطقة برج العرب الصناعية على مساحة 30,000 متر، واستثماراته تجاوزت 300 مليون جنيه وطاقته 1000 بطارية يوميا بضمان 18 شهر للبطارية الواحدة وبمكون محلي 80%، وبيشتغل معه أكثر من 1500 عامل ومهندس وفني وخبير جودة، ووكلاءه في أليوب وأبو النمرس والوراق واسكندرية وسوهاج والغربية، وخلى المستوردين من الصين والهند وفيتنام وألمانيا وغيرها يعملوا 1000 حساب للبطارية المصرية اللي بتنتجها مصانع بروتك أو الهرم المصري الرابع، يعني بقى بجد أسطورة صناعة بطاريات العربيات في مصر. تعالوا نقابل مصطفى الماحي، رئيس الشركة الدولية الحديثة لتدوير وتصنيع المعادن وصناعة البطاريات وصاحب مصانع بروتك لبطاريات السيارات. وخلي بالكم هو بتاع شغل وصناعة، كلامه قليل وبيفكر وبيركز كتير في كل جملة بيقولها، ومش بيشتغل غير بدراسات الجدوى. كيف بدأت حكاية مصطفى الماحي؟ لأن آل الماحي ليهم قصة بعيدة جدا. آل الماحي أصلاً إحنا أصلاً شغالين على طول، كنا تجار يعني من البداية تجار، من سنة 1942 كان النحاس شغالين في الأبريق النحاس جدي، وعندنا أول مصنع رصاص في مصر أصلاً كان بتاع جدي علي الماحي، تصنيع منتجات الرصاص والمواسير القوالب والمواسير بتاعت الصرف الصحي. وبعد كده الحاج محمد والحاج نبيل كملوا طبعا في تجارة الرصاص. محمد والد حضرتك؟ والدي ايوه. كملوا في تجارة الرصاص، في التصدير بتاع الرصاص والمصانع توريد الخامات، والحمد لله انا مسكت الشغل من 2000 وحوالي 4. تمام. طبعا جيت بعد كده كنت برد شركات، هم 3 شركات في مصر بتوع بطاريات بياخدوا كميات كويسة يعني، وكان الشغل كله عليهم. واتفاجئت بعد كده اللي أنا بدي الخامة بتاعتي بوديها في مصنع، أنا في الآخر في منتج خارج بس مش بتاعي، مع إن أنا 90% منه، يعني أنا 90% معدن يعني الرصاص بالنسبة للبطارية 90% صحيح هو البطارية. بس أنا بالنسبة لي حاجة مدفونة كده جوه مش باينة المادة، بس 90% دول فيه نوهاو وتكنولوجيا عشان تقدر تطورهم للمنتج. كان سهل إنك توصل له؟ ما انا يعني استعنت بمهندسين كبار طبعا من الشركات اللي موجوده، والحمد لله كان في يعني كلنا كنا حابين نعمل حاجه كويسه، لان سوق مصر برضو كان محتاج بطاريه تتعمل تنافس المستورد، يعني على طول هنا في مصر يقول لك المستورد افضل، احنا عاملين بطاريه الحمد لله رب الناس بتبيعها، يعني في ناس بتشوفها بتفكرها ان هي كوري او تركي. طيب الصناعه هنا انا شايف ان انت واخد مساحه 30,000 متر، هل صناعه البطاريات تحتاج لهذه المساحات؟ انا ان شاء الله نفسي مصنعي يكون 100,000 متر، لان انا نفسي الاسم يعني اسم الماحي يكون عالمي، فعشان يبقى عالمي يبقى محتاج 5 مليون بطاريه، ف5 مليون بطاريه فمحتاج ان شاء الله 100,000 ان شاء الله متر. طبعا عندنا برضو لازم يبقى عندنا الرؤيه لقدام، اللي انت لازم يبقى عندك برضو البطاريه الكهرباء، هنعمل بطاريه الموتوسيكل ان شاء الله برضو، يعني لا محتاجين ان شاء الله. طبعا البطاريات الكهربائية ممكن تدخل فيها خلال الفترة اللي جاية؟ طبعا لازم ادخل فيها.
حجم الاستثمار ممكن تضخه في هذا القطاع ممكن يبقى قد ايه؟ مش اقل من نص مليار. نص مليار عشان بطاريات الكهرباء. ازاي ابقى وكيل لمصطفى الماحي؟ يعني بروتك يتفتح فرع في اي محافظه من المحافظات واستفيد من مصنع ضخم بينتج بطاريات بهذه الجوده. احنا عندنا الوكيل بيبقى ليه كميه. يعني في تارجت ليك مثلا رقم معين متفقين احنا والوكيل شغال عليه كل شهر، يعني على مدار السنه على مدار ال 12 شهر بتاخد كميه معينه، خلاص انت متعاقد معانا بالكلام دوت مثلا 2000 بطاريه مثلا في الشهر، خلاص انت وكيل معانا بنعمل لك رفتك بنفضل معاك في السوق ومحافظين عليك في المنطقه اللي انت فيها. اقل مشروع ممكن ابدا مشروع فرع لبيع بطاريات مصريه زي بروتك يبقى قد ايه؟ يعني تضخ فلوس قد ايه؟ يعني مش اقل من مليون جنيه. مليون جنيه تعمل فرع بديكوراته وكل حاجه. في السوق المحلي هنا في زي ما حضرتك اكيد عارف عقده الخواجه، تيجي تقول له بطاريه مصري يقول لك لا انا هاخد الالماني، لا انا هاخد التركي، لا انا هاخد التايلاندي. تقول لهم ايه؟ يعني نقنعهم ازاي ان الصناعه الوطنيه أولى بهذه الأموال؟ الصناعة الوطنية طبعًا هي البطارية برضو المصرية بطارية محترمة جدًا، والدليل على ذلك اللي هي بتتصدر، يعني كل شركات مصرية بتصدر بطارية، بس ما كانوش بيهتموا بالفينش بالشكل. فالحمد لله إحنا عاملين بروتك اللي هي تحارب الكوري والتركي، يعني بطارية شكلهم يعني هي أكنها مستوردة. الحمد لله بطاريتي دي في السوق الناس شايفينها الحمد لله مستوردة. وعاملين ضمان 18 شهر. البطارية عندنا بتاخد البطارية الأمبير بتاعها الحمد لله ما فيش في مصر ولا في المستورد، البطارية بتدي الأمبير بتاعها زي عندنا 70 يعني 700 يعني 162 أمبير يعني 62 أمبير. في طبعا في المستورد تلاقي كتير قوي 62 أمبير وتلاقي من جوه 50 أمبير و45 أمبير. لا احنا عندنا البطارية بتتعمل أمبير صح، الخامات الرصاص اللي محتاجه في اي يعني اي خامه احنا محتاجينها ما بنستخسرش في بطارياتنا، مش مهم نكسب لكن المهم اسمنا وصنعه في مصر يكون صح. انا مش هحط على البطاريه اسمي ولا صنعه في مصر وتطلع مش مظبوطه، انا المكسب جاي بعد كده. بالمناسبه مصطفى الماحي رئيس مصانع بطاريات بروتك سنده بقوه البنك الاهلي المصري ومنحه قرض بقيمه 70 مليون جنيه ضمن مبادره البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه لايمانه الشديد بأهمية صناعة البطاريات في مصر وضرورة مساندتها. هل استفدت من مبادرة البنك المركزي طبعا لدعم مشروعات صغيرة ومتوسطة؟ ازاي؟ من غير البنك ما كناش هنعرف نعمل مصنع، احنا مصنع دوت متكلف معانا 300 مليون. البنك ضخخ معانا 100 مليون جنيه، بنك الأهلي المصري. بنك الأهلي المصري. ساعدك على وساعده طبعا ساعده. ساعده وشجعه، يعني لو أنت كنت في لحظة مثلا خايف وأنت داخل على الموضوع لا البنوك بتساعد وبتشجع الصراحة. اسمح لي إن أنا هكشف حاجة كده للجدعان اللي بيتفرجوا علينا وهسيب حضرتك تعلق عليها. الأستاذ مصطفى الماحي قدرنا إن احنا نعمل ما بينه وما بين المهندس أيمن عمارة الديمي اللي هو قدر يصنع جرار مصري اتفاقية لتصنيع 5000 بطارية صح كده لصالح الجرار اللي بيصنع حاليا. يعني حضرتك ممكن تبقى المصنع رقم 13 اللي هيقدم له أجزاء في الجرار المصري عمل بطولي. الاتفاق اللي ما بينكم نص على ايه؟ الاتفاق ان شاء الله اول حاجه 5000 بطاريه ان شاء الله، هو بينتج دلوقتي 5000 جرار، وان شاء الله الخطه برضو اللي احنا اتكلمنا فيها. وطبعا جه اتفرج على المصنع وشاف الحمد لله المصنع، يعني هو قال لي انا شايف بطاريه لا بتحارب المستورد. والحمد لله طبعا المهندس ايمن صرف 70 مليون جنيه عشان يعمل المشروع ده صحيح، وعشان حابب بس اسطنبول. ايوه هو حابب طبعا حته صنع في مصر دي، يعني هو كان قاعد امبارح معايا بيقول لي المصنع مننا هو زي الجندي اللي بيحارب لمصر. يعني الكيمياء حصلت؟ الحمد لله الكيمياء حصلت. هتقدم له البطاريه؟ هنقدم له طبعا بطاريه، هو عايز براند جديد بسعر منافس. عيب عليها اسم الجرار بتاعه؟ اسم الجرار بتاعه ان شاء الله. يعني اروح اشتريها مخصوص اقول انا عايز طبعا البطاريه بتاعت الجرار المصري دي فاهم؟ ايوه خلاص هتبقى موجوده ان شاء الله في كل المحلات وكل الموزعين، ان في بطاريه باسم الشركه بتاعت المهندس ايمن بتتباع للجرار بتاعه ان شاء الله. بالمناسبه بطاريه التوك توك اللي انت عاملها عامله مبيعات كويسه؟ طبعا. تعرف عندنا كام توك توك في مصر؟ التوك توك عامل 4 مليون توك توك في مصر. فده بياع يعني البطاريه الصغيره طبعا بياع طبعا. هل كنا بنستوردها من بره؟ طبعا كل ده كان بيستورد من بره. يعني مفيش ولا مصنع من المصانع الكبيره في مصر؟ لا في دلوقتي بيصنع؟ لا في الحمد لله احنا دلوقتي 3 4 مصانع بنصنع. بتصنعوا بطاريه التوك توك؟ بنصنع بطاريه التوك توك. الحمد لله داخلين برضو على البطاريه بتاعه الموتوسيكل ان شاء الله برضو شغالين فيها. ان شاء الله البطاريه بتاعه الجولف كار هنعملها. ممتاز. إن شاء بس الله. دي مش كهرباء الجولف كار؟ الجولف كار كهرباء داخلين فيها. دي هتبقى بدايه دخولك للكهرباء. ايوه كهرباء. هل ممكن نبدا استيراد وبعد كده نرجع للتصنيع؟ كهرباء بطاريات الكهرباء؟ لا ان شاء الله في التصنيع قريب جدا يعني مباشره على طول. ان شاء الله.
الحاج محمد الماحي والد مصطفى الدعم الأول ليه في صناعة البطاريات وتجارة الرصاص، وكان خايف عليه من التحول من تجارة الرصاص للصناعة أو تحديدا صناعة البطاريات. أما عم محمد الماحي فخبرته تمتد لحوالي 50 سنة في تجارة الرصاص. تعالوا نقابله. أنا عايز أعرف حكاية آل الماحي اللي بدأت من 42 سنة 1942. أيوة. في الويلي. أيوة. احكي لي الحكاية. كان عمي شغال عند جماعة يهود. كانوا شغالين في الرصاص ولا صناعة البطاريات؟ كانوا شغالين في الرصاص. في الرصاص. في الرصاص، الخامات الرصاص. اللي هو أساس البطارية. أساس البطارية. تمام. فعمل هو مصنع في شبرا في شارع هريدي تقريبا في شبرا، وبعد كده نقل في الويلي. كانت الويلي لسه. كان المصنع بيعمل ايه بقى؟ يعني ياخد الرصاص بيعمل قوالب ويعمل تدوير ويعمل قوالب الظرف. مواسير الصرف بتاع النواصي الصحيه والكلام ده. تمام. وكان بيعمل اللي هو الختم بتاع عداد الكهرباء اللي هو بيختامه ديت. يعني كان كل بقى اتعلمت معاه يعني من سنه 70 وانا شغال معاه. انت بقى انفصلت لوحدك يا حاج محمد؟ انفصلت لوحدي سنه 86. فتحت في شبرا الخيمه مصنع رصاص برضو، افران والكلام ده، كنت بعمل نفس الرصاص. حاج محمد خليني اسالك سؤال كده فني شويه. ليه لما بشيل بطاريتك بلاها اتقل من اي بطاريه جبتها لعربيتي قبل كده؟ اشمعنى؟ لانه ما بيشيلوا في الالواح الرصاص اللي جوه عشان يكسبهم. بمعنى ان الوزن يبقى المفروض قد ايه وانا بشيل؟ يعني المفروض مثلا البطاريه 70 امبير 16 كيلو. انت لو جبت بطاريه 70 اي منتج تلاقي 12 كيلو 11 كيلو، ففي فرق 5 6 كيلو ده ماكس كبير. خلي بال حضراتكم، مصر بتستهلك حوالي 12 مليون بطاريه سياره سنويا، وحجم الانتاج من المصانع المصريه بيتراوح ما بين 3.5 ل 4 مليون بطاريه سنويا، يعني حجم الاستيراد ضخم. وصناعة البطاريات عندها فرصة كبيرة للتوسع. تعالوا نقابل المهندس مجدي حمزة خبير صناعة البطاريات الجافة. التحدي ده اتعمل ازاي؟ الفكرة بدأت بان احنا نجمع عروض من الشركات العالمية، وبعد ما حصلنا على العروض ووصلنا الاسعار كويسة جدا من احسن الشركات اللي هي بتورد معدات للبطاريات، المكن بدأ يتجمع عندنا، وبدأنا عملية الانشاء بعد التأسيس لجميع المرافق اللي موجودة في المصنع. الماكينات بمجرد وصولها ابتدينا، رغم الظروف اللي احنا كنا بنمر بيها ان مفيش اي حد يجي من بره او احنا نسافر، ابتدينا في عمليات التركيبات، وده كان من خلال الفيديو كونفرنس مع التكنيشنز بتوع الشركات العالمية. وفي خلال مدة لا تتجاوز 9 شهور كان المصنع بينتج البطارية اللي هي بتعتبر من احدث التكنولوجيات اللي هي بيتم تصنيع البطاريات بيها. احنا وصلنا لمرحلة ان عندنا بطارية ب600 جنيه. تمام. المثيلة ليها المستوردة ما بتقلش عن 1000 جنيه او 950 جنيه. تمام. صح؟ صح. ازاي وصلنا للتكلفة دي؟ ده معروف ان احنا عندنا التكلفة بتبقى عالية والمستورد بيضربنا. ما دي حضرتك برضو من ضمن المميزات اللي هي للتكنولوجيا الحديثة، ان انت البطارية بتقدر تصنعها باقل كميات من الخامات اللي موجودة، وفي نفس الوقت بخامات متطورة جدا بتديك الكفاءة العالية. فدي ميزة التكنولوجيا الحديثة بتوفرها لك، ان انت بتوفر كمية الكوست بتاعت البطارية، وفي نفس الوقت بتاخد منها الكباسيتي العالية او الكباسيتي اللي هي مواصفة البطارية لكل نوع. طب انا شايف الالواح اللي هي بتتحط جوه البطارية. تمام. اللي هي الرصاص. ايوة. انا كنت متخيل انها رصاص بس، لكن انا فوجئت بتركيبة كيميائية اختراع. عايز اعرف سر التركيبه دي ايه اللي بتحيط بالرصاص ده. بص حضرتك، الموضوع بتاع التركيبه ده الحمد لله بتوفيق من عند ربنا، وبالاتصال مع الناس في شركات ومعاهد بحوث، كان في منتج جديد عمل اختبار عليه، والاختبارات اللي اتعملت كلها اثبتت نجاح باهر جدا. فاستعنت بالمجلدات بتاعتهم وقدرنا نوصل ان فعلا الخامات ديت اللي بتضاف لخامة رئيسية اللي هي الرصاص بتعمل فرق كبير جدا بين كفاءة البطارية اللي بتنتج من اي شركة والبطارية بتاعتنا. فلذلك احنا جبناها واشتغلنا بيها، وفعلا المواد الاضافية ديت اللي هي المواد الكيماوية لغاية دلوقتي ما فيش غير الشركة بتاعت بروتك هي اللي بتستخدمها على مستوى جمهورية مصر العربية. احنا لفينا اكتر من ساعة عشان تفرجنا على الخطوط والعملية، ان هم ازاي بيقفلوا العلبة وازاي بيعملوا السالب والموجب. لا، حاول تشرح لنا ببساطة كده من اول قالب الرصاص
لغايه البطاريه اللي قدامنا دي؟ هي ببساطه احنا بنجيب القالب الرصاص، بس قالب الرصاص ده بيبقى سبيكه معينه بيتم تصنيعها برضه في الشركات بتاعتنا. القوالب الرصاص دي بتخش على حاجه اسمها طاحونه، بتتقطع الاول الى اجزاء صغيره، والاجزاء الصغيره دي بتخش في جسم الطاحونه بتتحول الى باودر. الباودر ديت بتتسحب وتتخزن في صوابع. بعد كده الجزء الثاني ان احنا بنجيب قوالب الرصاص ديت بس برضه ليها سبيكه مختلفه عن الاولانيه، بتنصهر ونصبها في مجرى عباره عن شريط رصاصي بيبقى ليه سمك عالي ويعدي على مراحل متعدده من الدرافيل لغايه لما يوصل لسكنس رفيع جدا. بتتلف هذه الشرائط على بكر موجود على المكن للاستخدام بعد كده. للاستخدام بعد كده بتاخد الشريط بتروح لخط انتاج تاني بنسموه اكسباندد لاين. ده بياخد الشريط يبتدي بعد ما يأهله لموضوع التشكيل يحصل له فرد وتشكيل معين. بعد ما بيبتدي يتشكل ويتفتح فتحات كده بتبقى انت جهزت العجينه بتاعتك بالاضافات اللي احنا قلنا عليها، بتنزل وتكسي الشريط ده هو. وبعدين يدخل المجففات الضخمه دي، وبعد كده بيدخل يتقطع لالواح صغيره تتجمع على سبته زي الورايه ديت، وتخش في غرف اسمها كيورينج تشيمبر بتستكمل فيها التفاعلات الكيميائيه اللي المفروض تتعمل. يعني دي مش مجرد غرفه تجفيف اللي ورانا دي، دي غرفه معالجه كيميائيه، يعني غرفه بتتعالج بتتعامل فيها بالحراره والبخار عشان تعجل عمليه التفاعلات الكيميائيه بصوره صحيحه بنسبه 100%. بتطلع الالواح من هنا تخش على قسم التجميع. البطاريه دي عباره عن 6 خلايا. ال6 خلايا كل خليه بتاخد عدد معين من الالواح الرصاصيه الموجبه والسالبه، وبعد كده بتتجمع مع بعضيها عن طريق وصله بنسموها كبسوله، تدخل المرحله اللي بعد كده يتحط لها الغطاء. بعد الغطاء بتتجهز بالبول الموجب والبول السالب. بعد كده بتطلع البطاريه تخش على قسم اللي هو بنسموه قسم الشحن، تتملي الحامض بالمنسوب المناسب وبالكثافة المناسبة، وتدخل في أحواض من الماء السائع. 24 ساعة الماء السائع لازم تعدي عليها، بتسقع الجسم بتاع البطارية. أمال إمتى بتتشحن؟ في أثناء عملية وجود البطارية في الأحواض دي والماء السائع حواليها بتتم عملية الشحن. خلال زيارتنا لمصنع بروتك للبطاريات في برج العرب لفت انتباهنا بشدة المهندسة وفاء مروان مديرة الشحن والتشطيب، أولاً لأنها المهندسة الوحيدة في المصنع، وثانياً لأنها دقيقة جداً في شغلها وبتشرف على إنتاج كل بطارية وتتأكد من شحن الأمبير بتاعها بنفسها. ركزوا معها. لا أنا عايز في البداية أتعرف عليك. وفاء إبراهيم مروان، رئيسة قسم الشحن والتشطيب في الشركة. بقالي 15 سنة شغالة في مجال تصنيع بطاريات السيارات، سواء البطارية السائلة أو الجافة. في اليوم بتخرجي من تحت إيدك كم بطارية مشحونة؟ يعني على حسب، ممكن 1000 بطارية، ممكن 800 بطارية، على حسب الإنتاج اللي بيبقى طالع من قسم التجميعات. وأي خطأ استبعاد؟ أي خطأ استبعاد طبعا. الجدع اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس تامر بسيوني، مدير إدارة التطوير والبحوث، ودي واحدة من أهم إدارات مصنع بطاريات بروتك. تعالوا نقابله. عندنا طموح هنا ان احنا نوصل لخمسة مليون بطارية سنويا. ان شاء الله بإذن الله هنقدر. ان شاء الله بإذن الله، مع تطوير ونلبي متطلبات السوق المصري من جودة ومن كفاءة عالية لمنتج مصري 100%. ان شاء الله بإذن الله نقدر نحقق الخمسة مليون بإذن الله رب العالمين. العالم بيفكر ازاي في البطاريات خلال ال10 سنين الجايين؟ زي ما هو المنتج الرصاص زي ما هو، تمام، انتاج البطارية اللي هي فري مينترنس اللي هي الرصاص تمام العادية، لغاية ما تنتهي البحوث الأمريكية من إعادة عملية التدوير للبطاريات اللي هي الليثيوم وإيجاد عنصر الليثيوم عشان البطاريات الكهربية اللي هي بتواكب صناعة السيارات الكهربية بإذن الله. طب إحنا مش هنطير ونعمل كمان خط كده لإنتاج بطاريات الكهرباء؟ إن شاء الله بإذن الله بدأنا فعلا الدراسة ليه، وبنتابع مع جمعيات بيئية أمريكية تمام لدراسة إمكانية تصنيع البطاريات الليثيوم. مصطفى الماحي بيشتغل 18 ساعة يوميا، ولغاية النهاردة حقق بس نص أحلامه بتأسيس مصنع بطاريات بروتك للنقل والملاكي والتوك توك، ولسه بيحلم إن البطاريات اللي بينتجها تنتشر في العالم، مش بس سوريا وليبيا والأردن، وتنافس الأوروبي في السعر والجودة
وأنه يتوسع لإنتاج 5 مليون بطارية سنويا لمصر، ودي الخطوة اللي جاية. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يلتقي المستشار هاني حمودة المحامي بالنقد والذي يحدد الآليات القانونية السليمة للشراكة بين أصحاب المشروعات ورؤوس الأموال، وذلك للحفاظ على حقوق الطرفين وتقييم المشروعات بصورة عادلة.